طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الباب بدنا نراجع الباب الخامس اللي بيحكي عن اللوبس والإتريشن. طبعا كمراجعة سريعة، مفهوم اللوبس، أنا ممكن أعمل لوب بالبايثون باستخدام عدة طرق. ممكن أنا أستخدم الفور وممكن أستخدم الوايل. باستخدام الفور ممكن أستخدم الرينج أو ممكن أستخدم الإتريشن فاريبل. على سبيل المثال، لو أنا كان في عندي ليست والليست هذه بدي ألف عليها باستخدام الفور، ممكن الطريقة الأولى أني أستخدم الإتريشن، ممكن أستخدم الإندكس. طبعا هذه بطبيعة الحال هنا for using range، أو بمعنى آخر using الindex. طبعا أنا في عندي تلة في البايثون range، لما أعطي له اللين للال، طبعا طول الليست هذه بطلع لي قديش عدد العناصر اللي فيها، والرينج هنا بيعمل لي سلسلة من الأرقام من صفر لهذا الرقم. يعني على سبيل المثال هاي أنا عندي 1 2 3 4 5 6 7 عناصر، فهنا الرينج راح ترجع لي سلسلة من الأرقام من 0 ل 6 بهذا الشكل. فهنا for i in range راح يعمل لي أول مرة ال i راح تكون 0، ثاني مرة راح تكون 1 2 وهكذا لغاية 6 7 عناصر بهذا الشكل. تمام. طبعا هنا أنا قصدت في هاي الجملة إن أنا أطبع الإندكس اللي هو ال i بالإضافة للفاليو اللي هي الواحد أوف الآي. هذه الشغلة لازم نخلي بالنا منها، إنه أنا كيف بدي أعمل أكسس لأي عنصر موجود هنا من خلال الإندكس. عشان هيك أنا حكيت إنه الطريقة الأولى باستخدام الرينج أو باستخدام الإندكس. إنه إيش السينتاكس تبعها؟ for i in range len تبع الليست، بطبع الإندكس وبطبع الفاليو. فبالتالي هنا عند الإندكس 0 في عندي الفاليو 1، عند إندكس 1 في عندي الفاليو 3 اللي هي هيها، عند الفاليو عند الإندكس 2 في عندي الفاليو 4 اللي هي هاي، وهكذا. تمام. بعديها بدنا نشوف إنه من خلال الإتريشن فاريبل. من خلال الإتريشن فاريبل في هذه الحالة إنه بعرف إتريشن فاريبل، أنا بحدد اسمه، ممكن يكون num، ممكن يكون n، ممكن يكون number. إن ال واحد في هذه الحالة إنه النمبر أول مرة حيكون أول عنصر عندي في الليست اللي هو 1، تاني مرة حيكون بيساوي 3، تالت مرة بيساوي 4 وهكذا. تمام. فبالتالي لو طبعت النمبر حيطبع أنا عندي عناصر الليست بهذا الشكل 1 3 4 7 وهكذا بهذا الشكل. تمام. فهذه طريقتين إنه أعمل لوب على ليست معينة. أي طريقة أستخدم؟ أستخدم طبعاً حسب المطلوب أنا عندي في المسألة. إذا أنا كنت محتاج إني أعمل أكسس للإندكس، يعني في المسائل المتعلقة في شو ترتيب عنصر معين أو البوزيشن تبعه، شو المكان تبعه، أو مثلاً إنه أنا محتاج أغير عنصر معين في الليست، فبالتالي بحتاج الإندكس تبعه، ساعتها بستخدم for i in range. أما إذا كان أنا مش محتاج الاندكس، يعني على سبيل المثال مثل المسائل انه انا اوجد الماكسيموم او المينيموم او اوجد المجموع، في هذه الحالة انا مش محتاج للاندكس، ممكن اني استخدم الطريقة هذه. والطريقتين صح، ممكن انه تكون الطريقتين صح. طيب، مبدأ اساسي في اللوب انا عندي انه اللوب عادة بتكون finite، يعني معنى ذلك انه عدد اللفات فيها بتكون معروفة. يعني هنا على سبيل المثال أنا عندي عدد عناصر الليست 7، معنى ذلك أنه حيعمل 7 لفات. وهنا نفس الفكرة، هنا بالإتريشن فاريابل وهنا بالإندكس أنا عندي عدد عناصرها 7، معنى ذلك أنه حتكون 7 لفات. هنا باستخدام الوايل، الوايل الطريقة تبعتها مختلفة، أنه أنا لازم أعرف فاريابل قبل بتساوي 5، وهنا أنه الآي أكبر من أو تساوي الواحد، طالما هذه معناها while، طالما إنه الـ i أكبر من أو تساوي واحد، إيش راح أسوي؟ راح أنفذ الأسطر اللي هي أعمل iteration الأسطر 4 و5 بهذا الشكل، وبعدين بدي أعمل print لضم. هنا إيش راح أسوي؟ راح أطبع الـ i
وراح أنقص واحد، فبالتالي إنه أول مرة الآي بخمسة، هل الخمسة أكبر من أو تساوي الواحد؟ نعم. اطبعها نقص منها واحد صارت أربعة، أربعة أكبر من؟ نعم اطبع. وهكذا لغاية لما أوصل الواحد، هل الواحد أكبر من أو تساوي واحد؟ نعم اطبع. اللفة اللي وراها الآي بتكون زيرو، هل الزيرو أكبر من أو تساوي زيرو؟ لا فورس، فبالتالي هنا بنتقل لسطر ستة مباشرة اللي هي دبل بهذا الشكل. تمام. فهذه اللوب كذلك تعتبر فاينايت، يعني معنى ذلك أنه عدد لفاتها معروفة، حتلف خمس لفات. ممكن أنه تكون اللوب هذه انفاينايت، وهنا في مثال عليها بهذا الشكل، أنه ممكن تكون while true أعمل print hello، فبالتالي هذه راح تستمر إلى ما لا نهاية أنه هي تطبع. أو ممكن يكون أنا عندي مثال تاني، هنا مش راح يتوقف غير لما أعمل stop هنا. أو ممكن يكون أنا عندي مثال تاني أنه نفس المثال هذا، تمام، ولكن شو بعمل؟ أنه هاي الجملة أنه أنا نسيت أنه أنا أنقص، فبالتالي أنه الآي بتضلها دائما خمسة، تنقصش الفاليو تبعتها، فبالتالي أنه هذا الشرط دائما بيكون ترو، فبالتالي أنه بتكون اللوب هذه فاينايت، فدائما حيطبع خمسة 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 خمسة، ومش راح يصير تغيير أنا عندي على، تمام. فهذا المبدأ انه لازم نعرف نميز بين الفاينايت والانفاينايت الانفاينايت لوب. طبعا الانفاينايت اتفقنا انه بتكون فيها عدد اللفات لا نهائية، تمام، والفاينايت بتكون عدد اللفات فيها محددة ومعروفة. فبالتالي هنا لو كان هذا السؤال انه انا عندي هذا السطر سطر خمسة مش موجود، هذه بتصير بتتحول من فاينايت بتصير انفاينايت، لانه عدد لفاتها بتصير لا نهائية. طبعا هنا في الوايل انا نزلت كاونت داون، انه انا بديت خمسة اربعة ثلاثة اثنين واحد بهذا الشكل. لو انا بدي اعمل بالعكس ممكن انه اسويها بالطريقة هاي برضو نفس الفكرة، فاينايت، وهنا في هذه الحالة ببدأ بالزيرو، وهنا بقول انه اقل من الخمسة، وهنا بدل ماينس بتصير بلس، فبالتالي هنا حيبدأ زيرو واحد اثنين ثلاثة اربعة. لو بدي اياه لغاية الخمسة بحط اقل من او تساوي، لو بدي لغاية الاربعة اقل من او تساوي خمسة. فهنا لو شغلتها حيبدأ تصاعدي 0 1 2 3 4 5 ضل بهذا الشكل. طيب يبقى هنا بدنا نركز على مفهوم انه الفور انا عندي بستخدمها بطريقتين، فور باستخدام الرينج وباستخدام الايتريشن فاريبل، وحنشوف في المسائل اكثر انه وقتيش كل واحدة انه بتكون مفيدة اكثر، بالإضافة إنه إحنا نعرف نميز بين الفاينايت والإنفاينايت لوب. طيب نأخذ بعض المسائل المتعلقة باللوبس، يعني على سبيل المثال لو كان أنا عندي ليست بهذا الشكل، تمام، لو أنا طلبت في المسألة إنه كل العناصر اللي قيمتها 3 في المسألة تتغير ل 13، فبالتالي إنه هاي الليست بيفور، تمام. هنا في هذه الحالة بحتاج لإندكس. إيش السبب؟ السبب إنه أنا بدي أغير عناصر في الليست، إنه كل ما ألاقي 3 تصير 13، فبالتالي بحتاج الإندكس عشان أغيرها. لو استخدمت iteration variable مش راح يكون أقدر إني أسوي هاي الشغلة. فبالتالي هنا بطبيعة الحال for i in range len للليست، تمام. إذا ال L of ال i، هنا أنا بحكي عن value، خلي بالي أنا هنا بحكي عن value، فبالتالي بستخدم الفاليو اللي في الليست اللي الاندكس تبعها i، والi حيبدأ 0 1 2 لغاية السبعة اللي هي عدد عناصر الليست. إذا بيساوي 3، تمام، ساعتها بروح بغيره بيصير 13. هذه equality إنه فحص، وهذه assignment، تمام. فبالتالي هنا لما بطبع الليست after بلاقي إنه هنا الثلاثة هاي تغيرت ل 13،
والثلاثة هاي تغيرت ل13 والثلاثة هاي تغيرت ل13، وهو المطلوب. مثلا سؤال تاني انه بدنا نضيف 2 لكل عنصر اكبر من 5. نفس الفكرة بالضبط، انه هنا بحتاج index for i in range. اذا ال L of ال i اكبر من 5 بروح بعمل عليها plus equal 2 بهذا الشكل. فبالتالي هنا هذه لا مش اكبر من 5، حضلها زي ما هي. هاي اكبر من 5 صحيح، ضفنا عليها 2 13 صارت 15. هاي لا اقل، ضلت زي ما هي. هاي 7 اكبر من 5 ضفنا عليها 2 صارت 9، ال 13 صارت 15، ال 9 صارت 11، ال 13 صارت 15، وهو المطلوب. كذلك مثال ثاني، انه بدنا نوجد البوزيشن اللي الفاليو تبعته ليست 9 في الليست. يعني هنا بدي ابحث في الليست هاي، طبعا افتر هذه اخر قيمه للليست، بدي ال 9 شو الاندكس تبعها. طبعا الاندكس تبعها هنا لو عدينا 0 1 2 3. كيف بدي اوجده؟ بحكي for i in range. طبعا هنا بستخدم الرينج لانه فعلا انا محتاج الاندكس عشان اعرف البوزيشن. إذا ال L of ال I بتساوي 9 اللي هو الرقم المطلوب، ساعتها بعمل print لل I. وهنا في هذه الحالة لو كان أنا عندي أكثر من 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 عنصر إلهم نفس، يعني إنه هاي الفاليو تبعتهم زي هيك، راح يطلع لي إياهم كلهم. خليني أوضح لكم إياها هنا. أوكي، وبالتالي هنا بدنا نعيد السؤال، وبدنا نفترض إنه الفاليو المطلوبة 13، وأنا عارف إنه 13 موجودة أكثر من مرة. فبالتالي هنا هذا الكود، هذا مارك داون. أوكي، وهنا نغير 13. 13 وين موجودة؟ 13 أوكي صارت آخر حاجة، صارت 15. فأوكي خلينا نغيرها هنا 15، وهنا 15. وين موجودة؟ موجودة في الاندكس 1، موجودة في الاندكس 2 3 4، موجودة في 6. تمام؟ فكل ما يلاقي انه ال L of ال I بتساوي 15 بروح بطبع ال I. فبالتالي هنا موجودة في 3 أماكن، في 1 في 4 في 6، طبعا الاندكس هنا. تمام؟ دي مارك داون. اوكي طيب، مسألة تانية انه نوجد الافريج. طبعا الافريج الفكرة تبعتها انه بدي اعرف توتال وبدي اعرف الكاونت. طبعا هنا لو انا ممكن ان نستخدم هنا الاتريشن فاريبل بهذا الشكل. في هذه الحالة انه انا بديش استخدم دالة اللين على سبيل المثال بدون استخدام دوال، يعني هنا طبعا هنا without using functions، اي function مش مسموح استخدامها. فبالتالي هنا بحتاج اني اعرف التوتال، بحتاج اني اعرف الكاونت عشان اعرف عدد عناصر الليست، لانه الافريج هو عبارة عن المجموع على العدد. طبعا المجموع بعمل iteration n لكل number n في الليست، التوتال بيساوي بلس ايكوال ال n. فبالتالي هنا راح يصير جمع تراكمي. طبعا الكاونت هنا راح نضيف 1 كل مره، وراح نطبع الافريج هو في النهايه عباره عن التوتال على الكاونت. تمام، لو بدي ابحث على نمبر معين. تمام، طبعا هاي الليست عشان نتذكرها ايش هي. لو انا بحثت على الثلاثه، الثلاثه مش موجود. الفكره تبعته انه search for number انه انا بدي اطبع الاندكس تبعه. فبالتالي هنا التلاتة مش موجودة، فمش راح يطبع شيء بهذا الشكل. وهنا بدنا نستخدم مفهوم البريك. حنرجع ناخد مثال تاني على البريك مع الكونتينيو. طبعا مفهوم هنا البريك انه انا وجدت الرقم خلص، ما فيش داعي انه انا استمر في البحث. فبالتالي البريك بروح بطلع خارج اللوب. وهنا بدي احط سطر اضافي عشان ده بهذا الشكل.
تمام. فبالتالي هنا البريك انه لو وجد الرقم ما فيش داعي انه هو يكمل باقي اللفات في اللوب، وبيطلع من سطر 6 لسطر 7 مباشرة، تمام. هذا كان لو لقى، لو ما لقيوش خلاص انه بضله بيستمر بيكمل باقي اللفات تبعته. فهذه لما بحثنا على 3 مش موجود، خلينا نبحث على شغلة تانية مثلا 11. فال 11 هيها موجودة، الاندكس تبعها 5، هي 0 1 2 3 4 5، تمام. وهي الضرب بهذا الشكل. طبعا ايجاد الماكسيموم، هي الليست الماكس تبعها 15. طبعا الفكرة تبعتها انه انا بعرف variable max وبعتبره انه هو عبارة عن اول عنصر في الليست، لو في ماكسيموم اعلى منه نقدر انه احنا نجيبه. يعني انا بكون بطمن من هاي الشغله، يعني احسن الطريقه هذه بدل ما نعمل انيشاليزيشن للرقم مثلا بالماينس او رقم نان، وبدي افحص اذا كان نان وبزيد انا عندي كود اضافي ملوش داعي، فخلص بعتبره انه هو اول عنصر، تمام. ولو في ماكسيموم اعلى منه حيتم ايجاده لانه احنا حنلف عليهم كلهم، انا ضامن هاي الشغله. فبالتالي هنا بنروح بنلف على كل العناصر، اذا ال L of I أكبر من الماكس Max، الماكس Max بيصير ال L of I. فبالتالي بعد ما يخلص اللوب بنكون إنه إحنا حددنا إيش هو الماكس. طبعا إيجاد السم مر علينا في سؤال سابق، تمام. أوجدنا السم إنه بعرف التوتال بزيرو، والتوتال بعمل iteration إنه التوتال بلس إيكوال لل N، وفي النهاية بطبع التوتال، تمام. فهذه مجموعة من المسائل اللي حول اللوبس، كل المسائل بتلف حوالين هاي الشغلة، يا إما بدي أوجد عنصر، يا إما بدي أضيف عنصر، يا إما بدي أسوي عملية معينة. فالمبدأ تبعها نفس المبدأ هنا، باقي إنه إحنا نحكي على البريك والكونتينيو. بدي أحكيها في مثال واحد بتوضح لي هاي الشغلة. طبعا هنا بدي اعمل while true، طبعا هذه ان نون ديترمينستيك لوب، معنى ذلك انه مش لا نهائيه، خلي بالك نون ديترمينستيك معنى ذلك انه عدد اللفات تبعتها مش محدده، غير معروفه، يعني مش يعني هي حتلف عدد محدود من اللفات بس قديش مش عارفين حسب مدخلات المستخدم. اما الانفينيت انه بتكون لا نهائيه، في فرق بين الغير معروفه واللا نهائيه. الغير معروفه انه حتلف لفات محدده بس قديش الله اعلم، لكن اللا نهائيه انه حتضلها الى ما لا نهايه للابد. يعني على سبيل المثال هنا while true، هنا بدخل input من المستخدم بسأله عن اسمه، تمام. وهنا إذا ال input هذا بيبدأ بستار بدي أعمل continue. continue معناها إنه أنا بدي أعمل أخرج من اللوب، وين أروح على line. هنا اتغير أنا عندي الوضع لأنه إحنا ضفنا comment، هنا راح تصير line 3 مش 2 اللي هي بداية ال while، راح يبدأ على أول اللوب. أما ال break بيطلع من اللوب، في هذه الحالة راح يروح على لاين 10 بهذا الشكل. فبالتالي هنا بدي اعتبر إذا كان الانبوت بيبدأ بالهاش اللي زي الكومنت مثلا عندنا في البايثون، فبالتالي انه الانبوت هذا بده يعتبره زي الكومنت، ومش راح يكمل وراح يعيد ياخد انبوت من أول جديد، أو يعيد اللوب من أول وجديد بهذا الشكل، تمام؟ طيب إذا ما كانش هذا الكلام، هذا الشرط مش حيتحقق وحيكمل وحيروح على سطر 7، وهنا حيفحص الانبوت إذا كان exit أو quit، ساعتها بعمل break خلاص بطلع خارج اللوب على سطر 10. طبعا إذا هذا الشرط ما تحققش وهذا الشرط ما تحققش، رح يطبع welcome الانبوت هذا، وبنرجع مرة تانية بنعيد الكلام من أول وجديد. خلينا نجرب. انا عندي هنا الانبوت احمد، طبعا ويلكم احمد، وات از يور نيم كمان مره، لو دخلت هنا الكومنت وات از يور نيم كمان مره، هذا الكونتينيو. وحتى لو كتبت بكومنت علي وات از يور نيم، لانه starts with بهذا الشكل، فبالتالي انه بعيد اللوب من اول وجديد، بعيد ياخذ اسم من اول وجديد.
لو كتبت علي هيك بدون كومنت ويلكم علي، وبرجع باخد من اول وجديد الاسم. تمام، الان ساعتها لو كتبت exit بيطلع من اللوب اللي هي البريك. تمام، فبالتالي هنا احنا حاطين في الشرط انه exit or quit، ساعتها بنفذ البريك وبيطلع من اللوب اللي هي اصلا true، فبالتالي انه خلاص بروح على لاين 9 بهذا الشكل. هيك تقريبا بنكون غطينا اغلب المفاهيم الاساسية او رجعناها على السريع في البايثون.